فلانة لماذا لا تحتجب؟ لماذا لا تلبس ما شرع الله به؟ والله أصل الحجاب حجاب القلب. طيب. وفعلا هي صادقة لأن الله حجب قلبها عن رحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنها تأبت على أمر ده، وربما فيها من الخلق ومن الدين ومن الأخلاق ومن الإحسان للناس ومن، ولكن عند هذا الأمر. طب بالله عليك لو زوجها قال لها لو لم تنقص لم تنقص وزنك 5 كيلو جرام أنا أتزوج عليك، ثاني يوم تكون نقصت 50 كيلو جرام صح وصارت يعني صح. عودا يابسا. لماذا؟ ويدخل عليهم الشيطان بقى يقول لهم ايه، لا 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 انا يا دكتور عايزه انف روماني ولا اغريقي وعايزه عيون مش عارف يابانيه وعايزه، يفضل الدكتور يشد من هنا ويقطع من هنا. في المغيرات خلق الله، شوف الرسول المغيرات خلق الله، هذا يدخل في هذه الدائره، هذا خبر كبر الله. ايش دخل يعني انت لم ترضي سبحان الله خلقه الله عز وجل، قال ربنا صبغه الله ومن احسن الله ونعم بالله. بدي صور من صور الكبر يا ابني.